على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام. أئمتي وسادتي 12 سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي يا فوز من ولا عليا وارتضى، قول النبي في علي المرتضى، من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى. فان الأئمة الإمام المجتبى، خير الورى جدا وأما وأبا، والفعل الحسن وواحد من خمسة تحت العبا. أئمتي وسادتي 12 اثنى عشر سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. حسين، أي اللغات على متن أبجديتها تصف؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر. وثالث الأئمة هو الحسين، في كربلاء تبكي عليه كل عين، لك الذي قد افتدت دماؤه دين النبي المصطفى والحرمين. والرابع السجاد زين العابدين، عظم به في الراكعين الساجدين، كم من مناجاة له في ليله أبكت عيون الشاكرين الحامدين. أئمتي وسادتي 12 سفينة فيها النجاة نجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها والخامس من آل طه يذكر محمد ذاك الإمام الباقر، إليه تارز العلوم كلها فبثها لكل قلب يبصر. وسادس هو الإمام الصادق، في الفقه غصن يافع ومورق، إذ شيد العلم الرفيع جعفر العالم البر التقي.